أغتنم هذه المناسبة، مناسبة عيد العرش المجيد والذكرى الفضية تحديدا تربع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه الميامين، وكما دأبت مقاطعة تبريكت أو مجلس مقاطعة تبريكت تنظيم حفل التميز كل سنة للاحتفال بأطر مجلس مقاطعة تبريكت الذين أفنوا أعمارهم ومسيرتهم بقضاء حوائج ساكنة هذه المقاطعة وجماعة سنة، وقضوا مسيرتهم بين جدران هذه البناية وبنايات الجماعة وفي أزقة وطرقات مدينة سلا خدمة للساكنة وللمجتمع. مجلس مقاطعة تبريكت بذكرى عزيزة على قلوب كل المغاربة، هي ذكرى عيد العرش المجيد اللي يتزامن هذه السنة بذكرى الـ20 لتربع صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين. هذه فرصة لأولا الوقوف على الإنجازات اللي الحمد لله اقطعها المغرب تحت الرئاية السامية لصاحب الجلالة في واحد المجموعة ديال المجالات، واللي يعني من حق المغاربة أنهم يفتخروا بها وأنهم يرددوها ويأددوها، رغم يعني الحمد لله زعما هاد الإنجازات وهاد القفزات اللي قفزها المغرب، فرغم ما ينتظرنا من تحديات فالحمد لله نحن فخورون بما تم إنجازه، وكنتمناو أننا كلنا كمسؤولون نكونوا في مستوى انتظارات صاحب الجلالة وفي انتظارات هذا الوطن، والإمكانيات اللي ممكن أننا كنا نستثمرها باش أننا نوصلوا لواحد مراتب أعلى وأعلى. فهذه المناسبة كيحتفل بها مجلس المقاطعة عبر أولا التفاف الموظفين اللي ضحاوا واحد المسار مهني طويل جدا، يعني كان حافل بالعطاء، فكتكون هذه الفرصة أولا لتقديم لهم العبارات ديال التقدير على المجهودات اللي قاموا بها المتقاعدين والمتقاعدات اللي كيكونوا في خلال هذه السنة، ثم كتكون هذه الفرصة ديال الاحتفال بعيد العرش لالتفات المتفوقين والمتفوقات في تراب المقاطعة من أطفال وتلاميذ المقاطعة كالسنة الماضية. هذه السنة سيتم الالتفات إلى فئة معينة من التلاميذ، هي الفئة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، ليعبروا عبر هذا النجاح وهذا يعني أبهرونا بهذه النتائج أنهم من ذوي القدرات الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمال القوشي نائب رئيسة مجلس مقاطعة تبريكت مفوض في الشأن الثقافي والرياضي. فيما يتعلق بهذه المناسبة الكبيرة والسعيدة ديال عيد العرش المجيد في الذكرى الفضية لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، دأب مجلس مقاطعة تبريكت على تنظيم هذا الحفل، حفل التميز لتكريم الموظفين والأطر ديال مجلس مقاطعة تبريكت وكذلك التلاميذ المتفوقين على مستوى تراب مقاطعة تبريكت. احنا اليوم في الذكرى الثالثة من حفل هذا التميز واللي تنظموه في مجلس مقاطعة تبريكت بحضور الأسر ديال المكرمين وكذلك الجمعيات اللي تحضر التلاميذ ديالها، خصوصا جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه سنتين ونحن نحتفل ونكرم ونتوج التلاميذ بذوي الاحتياجات الخاصة اللي حصلوا على شواهد واللي وصلوا واحد المستويات واللي دمجوا في المجتمع وحققوا عدد من الإنجازات. كانت أولى الاحتفال بهم السنة الماضية وخلق هذاك الاحتفال واحد الأثر طيب وكبير لدى نفوس أسر ديال التلاميذ وكذلك لدى الحاضرين والمجتمع المدني. فاليوم إن شاء الله تعالى عيطنا لهؤلاء المتفوقين منهم واللي حققوا نجاحات كبيرة في المجتمع، اليوم حاضرين معنا غادي يتم تكريمهم وتوجيههم من قبل مجلس مقاطعة تبريكت. شكرا، وهذه كنغتنم هذه المناسبة باش نشكر الذين سهروا على هذا الحفل البهيج وكذلك نرفع اسم آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بذكراه
الفضية إن شاء الله تعالى. خليك معي.